النهارده مكاسب كتيره جدا من النواحي الفنيه، مكاسب كتيره جدا من النواحي المعنويه لبعض اللعيبه اللي كانت غايبه بقالها فترات طويله عن النادي الاهلي، رجعت تاني بشكل جيد. كان حصه تدريبيه نموذجيه للنادي الاهلي والجهاز الفني، بيقدم فيه كوره كويسه، بيقدم فيه روتيشن على اعلى مستوى. ان شاء الله باذن الله هنتكلم بتفاصيل على هذه المباراه ومستقبل كمان النادي الاهلي في المشوار الافريقي. لكن قبل كل ده طبعا برحب بزميلتي المتالقه دايما سهام. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير كابتن هاني.